أعلن إن الإعلان أعلن عن مشروع مسودة لائحة هيئة أسواق المال، وهذه لائحة جديدة ويقول سترتقي بالبورصة وهي أكبر تشريع في تاريخ دولة الكويت. نشوف هذا التقرير ويكون عندنا مداخلة مع الدكتور بدر الملا حول الموضوع. عطني التقرير. من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية التي أتت بعد إقرار التعديلات على قانون 7/2010 الصادرة بالقانون 22/2015. نحن سعيدون أن نقدم هذه اللائحة ونحدد الأسس التي انطلقت منها هذه اللائحة، والتي دائما ما تشكل الإطار الذي يعمل من خلال مجلس المفوضين وهيئة أسواق المال، والتي تنحصر في تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالشفافة والنزاهة والعدالة، تنمية وتطوير أسواق المال وحماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، تطبيق سياسة الإفصاح الكامل وتعزيز هذه السياسة، ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، توعية المهتمين بنشاط الأوراق المالية، وبالتأكيد تقليل الأخطار النمطية التي تتعرض لها أسواق المال. إذا نظرنا إلى إجمالي الكتب في 1610 مواد نجد أن هذا هو تشريع متكامل يمثل أكبر تشريع في تاريخ دولة. عندنا مداخلة حول هذا الموضوع وإعلان اللائحة.